يعطيكم العافية، جايين كل يوم تحدي جديد مع أوس اللي قبل فترة حكينا عنه وحافظ أشياء رياضية. المرة هاي معانا راح يكون أكثر من حدا، طبعا جامع لكم شباب من الملعب، أستاذ مهند الشامي وأستاذ صلاح رباع والكابتن طاهر، وهي أوس. راح نسأله كل واحد يسأله سؤال رياضي ويجاوب عليه. قرب يا أوس. أستاذ مهند، أي سؤال رياضي بدك إياه. مين أخذ كأس العالم بال 98؟ 98 فرنسا. عيد؟ فرنسا. فرنسا. أستاذ صلاح. ميسي مع مين كان يلعب؟ ومع مين صار يلعب هسه؟ أكاديمية أولد بويز برشلونة وباريس وانتر ميامي. طاهر. مين أخذ الكرة الذهبية 2012 و 2013؟ رونالدو. 2012 رونالدو. ميسي قديش جاب؟ أربع مرات متتالية. أيوة. 2009 19 11 12 13 رونالدو. تمام. طيب سؤالي أنا أسألك سؤال أوس. طيب عديد ثلاث لعيبة هولندية معتزلين قدام لعبوا ببرشلونة. لعبوا ببرشلونة رونالد كومان، كرويف. هداف فيه. هداف كلويفرت. كلويفرت ما بعرفه. بتعرف